السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يسدد على طريق الحق خطاك. ولك بمثل. شيخنا لو سمحت عندي سؤال. سل. الآن أنا اشتريت سيارة، لكن أظن في شبهة في طريقة الشراء. أنا ما اشتريتهاش بمالي الخاص، في تاجر عندنا بيتاجر بماله، وهو قلت له اشتري لي سيارة بالفلوس ديت وانا اقسط لك الفلوس. وبعدين لكن في اثناء وانا بجيب السيارة من البائع، الراجل ده ما كانش معايا، هو بعت حد ينوب عنه، وكتبت العقد باسمه، فهل في شبهة في طريقة الشراء؟ هذا تواطؤ على الربا، الله يحفظك. هذا تواطؤ. إذا أنا وقعت في ذلك ماذا أفعل؟ والله الأمر انتهى، استغفر الله وأعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أتخلص منها أنا مستعد. قلت لك لا، لم أقل تخلص منها الله يغفر لك، قلت لك أعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وإن كنت جاهلا فأنت معذور بجهلك. نعم. السلام عليكم.